خلصنا كل السايد ميشنز المتاحه في الخريطه دلوقتي، ما فاضلش غير المين ميشنز، وظهرت لي طبعا حاجه في الميشن اللي فاتت او السايد ميشن اللي فاتت وهي اراضي الصيد. خلينا نشوف مع بعض هنعمل ايه في اراضي الصيد ديت. انا قررت عايز اعملها كده قبل ما نكمل في المين ميشن. معاكم احمد بهجت جيمرز اند جنتلمان من قناه فرجني، وهيا بينا ننطلق في هذه المسيره الرائعه لايلوي. ولكن قبل نبدا، لو انت اول مره تشوف الفيديو بتاعي حابب تدعمني، ممكن تنزل تشترك في القناه، ممكن تعمل لايك للفيديو، وكمان تعليقاتكم يا جماعه مهمه جدا جدا وفوق راسي، وتكيب مي الايف، وبتساعد كمان الفيديوهات بتاعتي هنا تنتشر. وهيا بينا يا شباب نلعب. طبعا انا واقف هنا زي ما انتم شايفين ومعلم اوريدي على اراضي الصيد، وطبعا هم متعلميني برضو اوتوماتيك على المين ميشن. فانا مش هروح المين ميشن دلوقتي زي ما قلت، وهروح على اراضي الصيد نكتشفها ونشوف هنعمل فيها ايه. وهيا بينا نذهب الى هناك واشوفك يا شباب هناك. هنشوف بقى مين الحارس. انها زعيمه اليس كذلك؟ اساقاتل شيئا لاثبات ذلك؟ لهذا ياتي الناس الى سنو تشانس. سنو تشانس، لا اشك في احقيتك لللقب، ليس بعد ما سمعته عنك. اخضعي للاختبارات، حتى اختبار الزعامة ان رغبت. ايه الاختبارات؟ تمين؟ يبدو ان لديك قصصا تحكى. عشت مغامرات تفوق قصصي. منذ زمن فررت مع بنات ساندر قبل ان يسلكن طريقهن، وأحدثنا تغييرات لدى رجال بن أور. لم أستمر، البعض قتل في المعركة المجيدة، والبعض تعرض للنفي، أمر مجيد في رأيي، وآخرون ساء مصيرهم. كيف ساء؟ كبروا في السن واكتشفوا أن القواعد والتقاليد التي حاربوها لا تزال موجودة. لذا أقول أتدرب لأبقى شابة. كيف تجري الاختبارات هنا؟ لا توجد أوسمة كارجا، استخدمتها لسد الثقوب في حذاء الثلج الخاص بي. بدل ذلك ستنافسين في أفضل الأوقات مع صياد البنوك. إن احتللت المرتبة الثانية أو الثالثة ستذكرين كأسطورة. ماذا لو احتللت الأولى؟ سنرى. سنرى لسه. لست عضوا في محفل الصيادين. كل قبيلة تدعي وصولها أولا لأرض الصيادين، وتدعي أن أبناء الكرجة سرقوها منهم. من وصل أولاً؟ نحن. والكرجة أخذوها منكم. صحيح. نبدأ الاختبارات؟ اختاري اختباراً وسأخبرك ما تفعلين. طيب نشوف على بركة الله كده اختبار التحكم الهجوم الزعامة. تعال نشوف التحكم كده. يقيس الاختبار قدرة الصياد على التحكم في قوة ستورم سلينجر. أحكم الصيادين من يفهم أسلحة الشامان، وأشجعهم من يتحكم فيها. نقبل الاختبار ولا ايه؟ نقبله، يلا بينا. اذهبي للحلبة بالحبل ثم نبدأ. سنحتاج دقيقة لسحب الروبوتات إلى الحلبات، بعدها يمكنك النزول. شوف، انا حاسس الشخصية دي ما كملوهاش او نسيوا يخلصوها. انا لازم، بصوا انا جربت الموضوع ده كذا مرة يا جماعة، ولقيت انسب طريقة اللي انت لما يجي لي رافجر الكبير لازم اعمله دامج الاول بالقنابل، ولما اللايف بتاع عرب يخلص ابقى استعمل اللي هو السلاح الستورم سلينجر ده. والصغيرين ستورم سلينجر عادي بيخلصوا بسرعه على طول يعني. فخلينا نجرب كده المره دي، وعلى بركه الله يا رب بقى ايه المره دي، عشان دي رابع مره اعملها. خدوا بقى كلكم كده بالدور. ابعد ابعد. انت بقى تعال، انت تعال، انت بقى بالايه، بالانابل لانبلك. ايوه ادينا بقى سلينجر. ايوه مات، مات بالسلينجر. حلو 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 حلو. فاضل لي كام واحد؟ اوه 37 ثانية. هو ده يا جماعة التكنيك اللازم للتخلص من بقية من كل الروبوتات في الوقت المناسب. هم عايزين نخلصهم كلهم 55 ثانية، خلصوهم زي ما انتم شايفين في 37. نلم بقى الغنيمة ونرجع نعمل الاختبار التاني. ها الأولى. أنت الأولى بين الصيادين الآخرين. أيوة بقى. كانوا بنوك مصممين منافسين، لم يفدهم هذا.
اوكي صدوم مكافأة سنوستانتش، ما عارفش اقراها بصراحة. المهم انا جبت الاولى يا جماعة، نشوف بقى الاختبار بقى ايه التاني. الهجوم ده عبارة عن ايه؟ يقيس اختبار الهجوم قدرة الصياد على التصدي لتأرجحات المعركة. ستنتشر الروبوتات في الحلبات كالامواج. زدي سرعتك، خططي للهجمة. ان فعلت ذلك ستتغلبين عليها دون ان تهزمي. ماشي، نقبل الاختبار. سنبدأ حين تطئين الثلج بنهاية الحبل. سنحتاج دقيقة لسحب الروبوتات إلى الحلبات. تفضل يا بعدها ستهان. يمكنك النزول. يلا بينا. لسه هتقعد تندهوا. خدي بس، خلاص بس اخلص بس. اللي بعده عبيط قوي بس مؤذي، بيضرب. ماشي ماشي، خد دي. ماشي، اللي بعده فين؟ فين اللي بعده؟ نعبي الاول. ايوه انتوا فين؟ انتوا مستخبيين ليه؟ اللي بعده فين؟ اهو ماشي، راح. انتوا فين مستخبين فين بقى؟ ايوه اخرس، خد خد دي، وانت خد دي. ولا هو عمل حاجه عشان يموتني؟ يا سلام على الضربه المزدوجه، يا سلام. يا ابن اللذينة يا ابن اللذينة، خد دي عبي. خد دي، التوقيت يا جماعة. ايوه التوقيت، بس كده. اين الباقون؟ هلمه هلمه. خد دي، ده هرب مني الكلب. خد الغز ده. ايوه ما جاتش فيا. ايوه التوقيت التوقيت، خد دي يا عم. ماشي اهو اهو اهو، اللي بعده. ايوه خد دي، غزه بقى، غز دي بقى، غز دي بقى. ماشي، اللي بعده فين؟ تعال انت بعيد انت. ايوه اوه ييس، ايوه بقى يا شباب، ايوه بقى، ايوه بقى، ايوه بقى. يبقى الموضوع ده يا جماعه السر فيه السرعه والحنكه والمهاره فقط لا غير، لازم تبقى سريع ومحنك وماهر. نرجع بقى ايه، نلم الحاجات دي ونرجع نقابل الصياده عشان تقول لي بقى اللي انا طلعت الاولى وبتاع وايه، وافرح ونبدا الاختبار التالت. 3 دقايق وثانيتين، هم كانوا عايزين 3 دقايق و30 ثانيه. بصراحه والله انجاز يا جماعه، بصراحه انا عملت الحوار ده بعد ثالث محاوله وثاني محاوله، وبلعب على مستوى المتوسط يا جماعه، مش بلعب على مستوى الهارد. بس برضه يعني زي ما انتم شايفين هو مش سهل، يعني الاعداد كبير ولازم سرعه وحنكه ومهاره زي ما قلت لكم. ممكن نرجع من هنا. قشطه.
ها ايه الاخبار؟ قولي لي بقى سقفي. انتصرت من المحاولة الأولى ولم تجعل التحدي صعبا. ياه انا اشهد لك براعتك كلب نوك. كلبة نوك. طيب فاضل بقى ايه؟ اختبار الزعامة يا زعامة. ده بقى اشوف وضعه ايه دلوقتي. سيجعل اختبار الزعامة اعظم صيادين يبذلون اقصى طاقاتهم. فقط اضخم واخطر الروبوتات ستكون داخل الحلبات. اكتشفي نقاط ضعفها وقومي باستغلالها بقوة للتفوق عليها والنجاة. انها محنة جديرة بالزعيم. ايوه طيب نقبل الاختبار. اذهبي للحلبة بالحبل ثم نبدأ. سنحتاج دقيقة لسحب الروبوتات الى الحلبات، بعدها يمكنك النزول. نجيب سلاح الجليد ده يا جماعة يمكن يمشي معاهم. انا دي المحاولة الثالثة في هذا الموضوع. Let's do this. يا ابن الذين. اوف 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 اوف. بس خلاص تعال نقبلهم بقى عشان هما دي الحاجة الوحيدة تنفع معاهم وهما مكملين كده. ايوه 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 يا ولاد. اللي بعده اللي بعده هاتي. ايوه يا ساتر. نعبي بسرعه 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 بسرعه. وهنا كمان اللي بعده اللي بعده الحلبة اللي بعديها دي او نص. تفتكروا هنعملها يا جماعة؟ هنعملها المرة دي. خلاص اللي بعده اللي بعده. خد دي في الامبولة. ايوه يا انفجار الجليد بتاعه كبير جدا يعني. انهيت حلبة. اللي بعده فين 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 فين؟ هنا. اجري يا ايلو اجري بقى. لعبي بسرعة تجري كده برضه. ايوه يا سلام على توفير الوقت. يا سلام دقيقتين ونص. فاضل لي دقيقة ونص اخلص فيهم الناس اللي هناك دول، الناس الطيبة اللي هناك دي. ايوه تعال انت كده بقى. ايوه انا جاهزة، يجب ان اكون لديك. انت ايه مصفح؟ اللي بعده موت بقى. مات تاني بقى. نسمره في الارض. فين فين هو فين ابن الذين التاني؟
يجب الابتعاد عن طريقها مؤقتا. راح فين ده؟ راح فين ده؟ هو اللي غادر مش انا. ايه اللي غادري؟ اوعى بقى. ايوه هدي هدي. 2 3 4 5 6 7. انا بتضرب من ايه؟ انا بتضرب من ايه دلوقتي؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أمنت بيك يا رب. أخيرا يا جماعة بعد المحاولة الرابعة، وطبعا كل محاولة تاخد 4 دقايق ونص، ساعات أكتر طبعا عشان كنت بخسر، فأخيرا وبعد طول عناء نجحت إن أنا أقضي عليهم في وقت أقل من 4 دقايق ونص، ب5 ثواني ب4 ثواني. هو فين اللي كان واقع التاني؟ بس عشان أنا عايز أرمي الغنيمة بتاعته، ومش معقول يعدي على الفاضي كده يعني. والحمد لله رب العالمين. تخيل يا جماعه كنت متوتر ازاي في التحدي ده. لا مش هندم ولا حاجه، انا عايز اخد الحاجه دي. ايوه اشوفكم بقى يا شباب عند الوليه هناك وهي بتعترف ان انا ايه زعيمه. وريني بقى يا وليه بقى ايه انت بتعترفي. اعترفي لي كده لو سمحت، اعترفي لي. انتصرت من المحاوله الاولى ولم تجعل التحدي صعبا. ييه النجا، اشهد لك براعتك كلبانوك. كلبانوك تاني برضو. كلبانوك. طيب يا جماعة انا شايف ان انا كده اكون نهينا هذا المقطع، وطبعا يعني كان موضوع شوية فيه تشالنج وكان صعب، ما كانتش سهل، مش صعب قوي يعني، بس كان تشالنجينج يعني، في تحدي يعني. كان معاكم احمد بقى كات جيمرز جيلتم من قناة فرجني، ورب يكونوا استمتعتوا بالمشاهدة، واشوفكم الفيديو اللي جاي. واعتقد لسه في تحدي تاني في الفروزن وايلدز، خلينا نشوف هذا الموضوع. وطبعا هقعد امزمز مع نفسي بقى اشوف صندوق صناديق المكافآت والحاجات دي، واشوفكم الفيديو الجاي يا شباب، ومع السلامة.